السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو الهربة ديال الضحك. وما تنساوش الاخوان ديونا اشتراك في هذه القناة، كنديروا مجهود من اجل الضحك المشاهدين الكرام. وما تنساوش دينا لايك وشو كومنتير محفز للقناة، تبعوا معنا الفيديو. اليوم راني شت حبيب قلبي. ها؟ علاش؟ وشت الحبيب اللي عمره ما غيرني. سمعتي الحبيب؟ عمره ما خلاني في قلبي تحرقني. أتي هذا مع من تشاور صيفطها لك سخونة، راه كان حديب الردى وعادي صيفطها لك. وحدي الخري خلوني الجمر. وحمد الله من اللي خلو لك المجمر وفي الجمر شاعل. تخيلي معايا كون خلو لك على المجمر في الجانطة ألمنيوم. حريرك حدا صح، كيفاش ديري هذا شوي؟ زيدي خلو لي الكية. وحمد الله من اللي خلو لك كية، حديدة راها نقية. أما الناس خلو لي مع مرسيدس الكلاس، والبارح راها كانت غاية، واليوم راها خاسرة عند العساس. خلو لي الجمر تيتحط لي على الكبدة ديالك. حاولوا تطفيو المجمرة المساخيط وما داروش بكلامي وخلوها شعلت في الغابة. كيفاش ندير مع المياه والغابات دابا؟ قولوا لي. خلوني الجمر تيتحط لي على الكبده ديالك. ايوا هاد الحبيب اش قال لك؟ ولاني الحبيب اللي مشيت عنده اليوم عمره ما اضطر يقول لي كلمه بحقي. شنو غتقول لي؟ ممتي وراني جعفان. شنو غتقول لي؟ حاسد جدا، ما عندي ما يتسال. تبكيو معاك يا منعم؟ اللي بغاني يبكي معايا. اللي بغاني يبكي معايا وينوح؟ وقول آه يا الصينية أراني مليه. انتم انتقنا لكم القدام شكرا لي ليش؟ باش يبني كنت كنشد المندير وكان غني كنتوا كتفرحوا، حتى دابا جا وقت البكا بكيو معايا. حاولوا تبكيو معاها وتنوحوا. أيه حيت نهار 25 في الشهر الأسانس. خليني ساكت. ما لقيتش عوطو، ما لقيتش خوت. راه لما لقيتيش جديد انا كنصحك تشي الجوطيه وتلقاي المساند ديالو وتلقاي الفوتو كيبي ديالو. غير هو شوفي باش تعرفي واش تلقيه خدام ولا لا. انتما ديال اللي ما دياو ياو كيسحاب هي الموضين. ما لقيتش سنادي، رماني وضحك عليا. ما حشمتيش؟ ها تبغيك بوجني بهاد ضربك ان شاء الله. وما عرفتش نعيش بلا دي. من هاد الناحية غير تهني، المغاربة بكاو على الأسعار حتى ياو، وبكاو عليه في رمضان الآخر وها رمضان هو جاي، ولا شفقة ولا رحمة، حاولوا أن يبكوا معنا في الحكومة. شرب الماء أنا عين معاك السر. لوردين، تا دوك العينين عندك عم جفنات أو، تعطيني غير بكي بهم شوية، عامرين عندك أو، أنا طلبته، زيديش. خصني نبكي عليه الدم، اما الدموع ما كفاونيش. قلتيني يا خويي شنو هو اللي حرقه؟ السلاوي صحابو على الميت. الميت يعاود لراسو. انا ما عنديش في قلبي ديالو كتحرقني، وعمرو ما جرحني 7 سنين. بزاف ياك بزاف. واش دخلناك بالله تيا 7 سنين وتيا كاسبه وديريه في جنبك هو حافيو وتيا عم تضيها؟ لوردين تا جيب لي هذاك المبرد، خلات برد هذاك باش يولي ماضي على جوج جويه. ما نكذبش عليكم، انا ما كذاباش وما منافقان. عاودي. ما نكذبش عليكم، انا ما كذاباش وما منافقان. ياريني وي وي تنوض الله يعفو علينا ويلي. ما لقيتش خوت، ما لقيتش عوطو، ما لقيتش قلبو. انا راه قلت لك هذاك راه دايره حافي في جنبك اهو، وطي ما ديه وقديه وشعريه وزيديه طويبه. ايوا بغيت نتفاجئ، عندي رمانه في قلبي، عندي رمانه في قلبي. لا انت عندك رمانه خازنه في قلبك، وحنا يا جالسين حنا كنتمرمضوا هنا. ما جايش هذاك الحلوف، اقسم بحد سخون. كان اللي كنبكي، ما كنبكيش على الناس اللي كيكرهوني،
وما كنبكيش على الناس اللي عدياني. غنفتح لكم واحد لايف وغادي نبكيو ونعرعر ونشوف واش كلشي غيدخر ولا انا مضر. ها اش مالك الوردين؟ ها اخوان تكون عجبتكم الحلقه التمثيليه، الحلقه من اقلت الواقع وكثرت التبحيط على التبوحيط في الانترنت اللي كيتعطيت. تعجبكم هذه الحلقه وعجبكم المحتوى الملاوط ديالي، ما تنساوش ديرنا الاشتراك وشي كومونتير محفز بحق هذه الكوميديا اللي كنقدموا لكم وهذا النشاط اللي كنقدموا لكم في هذه الفيديوهات الممتعه. والله الا كنديروا مجهود كبير باش نضحكوا معاكم وننشطوا معاكم. مع الاسف صناع المحتوى كادروا اعلاميين او مشاهير ولاو تتبعوا عاد تفاهه شي حاجه كتضحك، شي حاجه زوينه، شي حاجه كيقدم معلومات، حتى شي واحد ما كيتابونا، حتى شي واحد ما كيدير كومونتيرات. نتمنوا لكم انكم تشجعونا وتبارطاجيو معنا هذه القناه وشي لايك وشي كومونتير محفز، وصليوا على نبيكم في الكومونتيرات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.